عندما نتحدث عن قانون العقوبات، نحن نتحدث عن القانون رقم 74 لسنة 36. هذا القانون المطبق حاليا في قطاع غزة، هذا القانون قانون قديم عفى عليه الزمن. هذا القانون لا يتواءم مع التطورات التي نعيشها، خاصة في ظل ظهور جرائم جديدة تتعلق بالجرائم الإلكترونية. هناك عدة تعديلات تمت، ولكن هذه التعديلات غير كافية. هناك تعديلات كانت تتعلق بإعفاء ولي الدم. هذا القانون كان يعفي القاتل مقابل الدية، وفي الغالب تكون الضحية هي السيدة. وأيضا هناك تعديلات كانت تتعلق بسوء استخدام التكنولوجيا، ولكن أيضا هذه التعديلات غير كافية ولا تمس جوهر القانون بشكل خاص. نحن بحاجة إلى تعديل هذا القانون القديم جدا المهترئ. نحن بحاجة إلى قانون فلسطيني موحد، خاصة أن هناك قانون مطبق في قطاع غزة وقانون مطبق في الضفة الغربية. نحن بحاجة إلى إنهاء الانقسام وتطبيق قانون فلسطيني يتواءم مع الاتفاقيات الدولية، قانون يحمي حقوق المرأة ويحمي حقوق الطفل. في الآونة الأخيرة لاحظنا جرائم قتل النساء بشكل كبير. كانت المبررات دائما على خلفية الشرف. بسبب قانون إعفاء ولي الدم جعل الضحية النساء، ولم يجعل هناك عقوبة رادعة لمرتكب مثل هذه الجريمة.